أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى الذي يأتي عبر تلفزيون المملكة العربية. معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مطلع هذه الحلقة أرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أيضا نسعد بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات استفتاءاتهم واتصالاتهم عبر هاتف البرنامج 80 8 99 99. وفي البداية فضيلة الشيخ، هذا سؤال حقيقة مهم ويحتاجه الأباء ويحتاجه أيضا الأسر، خاصة مع ما تعايشه بلادنا من بعض الأعمال التخريبية وأيضا التي فيها خروج عن سبيل المؤمنين وعن جادة الصواب. السؤال معالي الشيخ، كيف نحمي أبناءنا وشبابنا من الأفكار المنحرفة والشاذة الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة وعن جماعة المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الفتن تهددنا الآن، ودعاة الضلال يتسللون إلينا ويستعملون ضدنا ما يستطيعون من الوسائل التي تنال من الدين أولا والعقيدة، ثم من جماعة المسلمين، خصوصا في هذه البلاد التي هي بلاد الحرمين الشريفين، فيها قبلة المسلمين، والتي أمنها هو أمن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه إذا تأمن الحرمان الشريفان وتأمن الوفود إليهما فإن هذا أمن للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، وتلك منة من الله على هذه البلاد. فيجب علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى وعلى معرفة مكاننا في العالم الإسلامي، ونقوم بجهودنا لحماية هذه البلاد وأهلها وشبابها من عدوان المعتدين ومن الدعايات المضللة ومن الأفكار الهدامة، وهذا من خلال البيوت، بيوت المسلمين والأسر. يجب أن تحافظ الأسر على أبنائها منذ صغرهم ويتدرجون معهم في المراعاة والحفظ داخل البيوت، ويخلو بيوتهم من الوسائل التي تسمم أفكار هؤلاء الشباب. وكذلك على أئمة المساجد والخطباء أن يؤدوا دورهم في توجيه الأمة وتحذير الأمة مما يحاك ضدها، وكذلك دور المدارس، دور التعليم، دور المدارس. وعندهم ولله الحمد عندهم العدة الكافية من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، فينشر الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، وفيه الحماية والكفاية بإذن الله لهذا المجتمع. وإذا صلح مجتمع هذه البلاد التي هي بلاد الحرمين تمدد هذا الصلاح إلى بقية العالم الإسلامي، فهذه البلاد عليها مسؤولية عظيمة. نرجو الله أن يعين القائمين عليها من ولاة أمورها وعلمائها في مراعاة هذه المسؤولية، وهم كذلك إن شاء الله، ولكن من باب التواصي بالحق
والتواصي بالصبر، نقول اثبتوا على دينكم واثبتوا على عقيدتكم واثبتوا على بلادكم ومجتمعكم، وليكن مصدر الخير ومنبته ومنبعه كما كان في الزمان السابق من بلاد الحرمين الشريفين ومن مهد الرسالة ومهبط الوحي. فالمسؤولية عظيمة ولا شك، ولكن مع تيسير الله والاستعانة به يسهل كل صعب ويتيسر كل عسير مع التوكل على الله وبذل الأسباب المعينة والنافعة والمفيدة. فهذا أمر مهم جدا، وموقف هذه البلاد الآن في العالم الإسلامي موقف ظاهر ومهم. نسأل الله أن يوفق القائمين على هذه البلاد من علماء ومن ولاة أمور ومن مجتمع على أن يعرفوا مسؤوليتهم ومهمتهم ومكانتهم أمام العالم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين على هذا التوجيه الطيب لعموم المسلمين وبالذات المعنيين بالشباب والأبناء. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونأخذ الأسئلة الواردة التي وردت إلى هذه الحلقة. هذا الأخ عبده يقول: معالي الشيخ صالح الفوزان حفظكم الله، السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة هل هي ركعتان أم أربع؟ وماذا لو صلى في بيته، كم يصليها؟ نفع الله بكم. السنة الراتبة بعد الجمعة، الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما راتبتها بعدها، وأقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات بثلاث تسليمات، هذا أكملها وأتمها. إذا صلاها في المسجد يكفي ركعتان، وإذا صلاها في بيته يصليها أربع ركعات أو ست ركعات، كل ركعتين بتسليم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا محمد بعث بسؤال ويقول: الأطباء والمسعفون الذين تكلفهم وزارة الصحة والمستشفيات في جازان وفي نجران وفي الحد الجنوبي، هل يدخلون في حكم الرباط ولهم أجر ذلك؟ نعم، لهم أجر ذلك، هذا من التعاون بين المسلمين، والمرابطون يحتاجون إلى أطباء، يحتاجون إلى مرشدين، يحتاجون إلى أئمة وموجهين، فالذين يقومون بهذه الأعمال حكمهم حكم المرابطين ولهم أجر المرابطين، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. بعثت أم صالح شيخنا سؤالا تقول: في حكم الشيلات الحماسية المصحوبة بالإيقاعات القريبة من الموسيقى، وإذا سألنا عنها قالوا إنها مجرد أصوات، فما حكم ذلك أحسن الله؟ يجوز الأغاني على أي شكل كانت، وسواء كانت مسجلة أو كانت حية، لا تجوز الأغاني بحال من الأحوال، والواجب على المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستعانة بالله عز وجل. نعم. أيضا أم صالح لها سؤال تقول: هل المساجد السبعة الموجودة في المدينة يشرع الصلاة فيها ركعتين ركعتين، حيث أنني إذا ذهبت للمدينة أذهب إلى هذه المساجد بحكم إفادة أصحاب التاكسي والأجرة؟ لا يصلى في المدينة، لا يقصد في المدينة من المساجد إلا مسجدان: المسجد النبوي والصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة. هذه المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها، وما عداها من المساجد فالمساجد سواء. هذه المساجد التي يصلى فيها ويقصدها المسلمون للفرائض
أما المساجد السبعة التي يسمونها في المدينة هذه مبتدعة ولا أصل لها، هذه خرافيات لا يجوز الذهاب إليها، ولا يجوز لأصحاب التكاسي والمواصلات أن يغرروا بالناس ويذهبوا بهم إلى هذه المزارات المزعومة. ليس في المدينة مسجد يقصد ويصلى فيه إلا المسجد النبوي ومسجد قباء، ما عداها من المساجد فالمساجد سواء كغيرها من المساجد، من حضرته الصلاة عندها أو فيها يصلي فيها، وإلا يذهب إليها ويقصدها لا يجوز هذا. نعم، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا أيضا هذا السائل يعني يقول أخوكم في الله زيد يقول حكم تعليق اللوحات في المحلات وغيرها يكتب عليها الله ومحمد أو الأسماء الحسنى وما أشبه ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا تعليق الآيات أو تعليق الأذكار أو تعليق اسم الجلالة أو تعليق اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل له، لا أصل له ولا يعلق على المحلات. هذا يعتبر إما من باب التبرك وإما من باب الحروز، يظنون أنها تحمي هذه الأمكنة من العين وتحميها من السرقة وغير ذلك. نعم، أيضا هذا السائل يسأل عن الأضاحي أحسن الله إليك، يقول حكم صبغ الأضحية بالحناء أو البوية من باب تعيينها من بين بقية الأضاحي؟ لا بأس بذلك، يضع عليها علامة تميزها أنها أضحية، لا بأس بذلك. نعم، يقول أيضا سؤاله الثاني، وهل الأفضل أن أخرجها من البدن أم أخرجها كبشا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأفضل الغنم، الأفضل الغنم من الظان والمعز ثم الإبل ثم البقر. والإبل الواحدة عن سبع أضاحي، والبقر أيضا الواحدة عن سبع أضاحي، ولكن الأفضل الغنم، الشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة، إلا لمن يخرج البدن كلها أو البقر كلها يخرجها يتصدق ويضحي بها أو يهديها جميعا. نعم، طيب، وأيضا سؤاله الثالث أحسن الله إليك، يقول ما حكم نقل الأضحية لمكان فاضل كمكة والمدينة أو لمكان محتاج؟ الأضاحي في البيوت، شعائر في البيوت يذبحها المسلم في بيته وعند أولاده، هذه سنة الأضاحي أنها تذبح في البيوت ولا ترسل إلى مكان آخر. نعم، هذا السائل يقول رمز اسمه بميم سين عين، يقول الصلاة على الجنائز، بعض الناس يأتي قبل الجنائز قبل أن يصلي عليها إمام المسجد فيصلي عليها ثم يذهب، ويأتون أحيانا أرتالا فيصلون عليها ثم يذهبون قبل أن تقام الصلاة على الجنازة. هذا صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بمنعه، ولا والمسجد يصلي فيه الإمام على الجنائز وغيرها، ولا يأتي واحد ويعتدي على حق الإمام ويصلي قبله، هذا والذي يريد الأجر يصلي مع المسلمين على الجنازة ويذهب معها إلى المقبرة ويحضر دفنها ليكون له قراطان من الأجر، كل قراط مثل الجبل العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتتبع المساجد من مسجد إلى مسجد ويخطف الصلاة على الجنازة قبل إمام المسجد، هذا كله من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم، أحسن الله إليك، نأخذ اتصالا من الطائف، الأخ ناصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك أخي الكريم. أخي الكريم، أشهد الله سبحانه وتعالى على محبتك فيه، وكذلك فضيلة الشيخ الوالد صالح الفوزان الذي يسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمتعه بالصحة والعافية ويمد في عمره ويجعل علمه وعمله في موازين حسناته، إنه سميع مجيب الدعاء. أما سؤالي يا أخي الكريم هو سؤال عن التساهل في الفتوى، حيث أنني لاحظت أن البعض من الإخوة هداهم الله في المجالس وفي الأماكن العامة حينما يسأل أحدهم عن حال أو أمر معين
إما أن يذهب إلى الإنترنت أو يقول أنا سمعت فتوى من هذا أو ذاك، وللأسف أنهم لا يعلمون بأن الفتوى تكون أحيانا بحال السائل ووضعه وطبيعة سؤاله. الأمر الآخر الذي أود أن أختم به إذا سمحت لعزيزي مقدم البرنامج، هذا البرنامج والله استفدنا منه كثيرا، لا سيما بطبعا تواجد فضيلة الشيخ الوالد صالح الفوزان. أتمنى من المشاهدين الذين يتواصلون مع البرنامج، حيث أنني لاحظت البعض منهم يتحدث ويقاطع الشيخ يتكلم، فأتمنى حقيقة أن ينصتوا حينما يطرح السؤال وينتهي من سؤاله ويبدأ الشيخ بالتفضل بالإجابة، أن ينصت حتى ينتهي الشيخ، ثم بعد ذلك إن كان لديه سؤال آخر يطرح السؤال، والأفضل أن تسجل السؤال على الورق وينتهي الاتصال. شكرا لكم. شكرا يا أخ ناصر على هذا السؤال وأيضا على هذه الملاحظة الطيبة، وتسمع الآن إجابة الشيخ الله يحفظه. نعم، السؤال الأول يسأل شيخنا عن التساهل في الفتوى في المجالس والأماكن، وبعضهم يقول سمعت كذا، وبعضهم يذهب للنت أو شيء من هذا القبيل، أحسن الله إليه. الفتوى من القول على الله، هي توقيع عن الله، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالفتوى توقيع عن الله أنه أحل كذا أو حرم كذا. الله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى قول على الله، فإن كان ينقل فتوى صحيحة من الكتاب والسنة وعن أهل العلم متأكد منها ويفهمها فلا بأس بذلك، هذا من تبليغ العلم. وأما مجرد كل ما سمع يقول سمعت كذا وكذا، وقد يكون الفتوى قد تكون الفتوى خطأ وصدرت ممن لا يحسن الفتوى، فلا يستعجل بهذه الأمور. الفتوى الشخصية لا بأس أن يفتي من سأله أو من لاحظ عليه إذا كان عنده علم، وأما الفتوى في الأمور العامة والنوازل فهذه ترسل إلى الإفتاء، إلى دار الإفتاء ليتولوا الإجابة عنها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فترد الفتاوى العامة والنوازل إلى الإفتاء المعتمد، ولا يسأل عنها كل أحد ولا يتدخل فيها كل أحد. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، هذا يسأل يقول سمعت أن هناك نهي عن البول واقفا، هل يتساهل مع الصبيان في هذا الأمر؟ يجوز البول واقفا خصوصا إذا كان يحتاج إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبول جالسا وأحيانا يبول واقفا إذا تحفظ من رشاش البول، ويعني خصوصا إذا احتاج إلى هذا بأن كان فيه إصابة ولا يقدر على الجلوس، أو كان المكان ملوثا ويخشى إذا جلس تتلوث ثيابه، فلا بأس أن يبول قائما لكن مع التحفظ من رشاش البول. نعم. وهذا إبراهيم يسأل يقول إذا وكل شخصا لدفع زكاة الفطر ونسي هذا الشخص أو تكاسل، فهل يخرجها الآن؟ أحسن الله إليكم. نعم، يخرجها، لا بد من إخراجها، وإخراجها بعد يوم العيد يكون قضاء. يخرجها لا بد يكون قضاء. نعم. طيب، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا يقول لدينا إمام ينقر الصلاة ويعجل فيها ويعجل أيضا بالإقامة وأيضا يسرع في صلاة الجمعة ليكون أول المساجد خروجا، فما توجيهكم نفع الله بكم؟ الإمام عليه مسؤولية عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام ضامن لصلاة من خلفه يتحملها، إذا حصل فيها خلل بسببه فإنه يتحمل صلاة من خلفه، فالمسؤولية عظيمة على الإمام وأجره عظيم إذا أحسن الإمامة ومكن المأمومين من الطمأنينة
في الصلاة ولا يستعجل في ذلك، فإن هذا يحصل به الخلل على المأمومين، فهو ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا هذا سائل يقول: أرجو الإفادة من الشيخ حفظه الله تعالى. يقول: زوجتي تقوم بحلاق شعر الأولاد من الجوانب إما تخفيفا وإما أحيانا بالموس، فما حكم ذلك نفع الله بكم؟ لا يجوز هذا، من القزع، يعني أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه، هذا يعتبر من القزع المنهي عنه، فإما أن يحلقه كله أو يتركه كله، وإذا قص منه فإنه يأخذ من جميع الجوانب، من الجوانب ومن وسط الرأس، ولا يأخذ من جانب ويترك الجوانب الأخرى. نعم. أيضا هذا سائل يقول: أنا إمام أحد المساجد، وإذا حصل في الصلاة سهو فإنني أجعل السجود قبل السلام دائما إلا في بعض الأحيان، فما توجيهكم لي بارك الله فيكم؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل إن كان السجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران للصلاة، وإن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإن الأفضل أن يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. أيضا لدينا من عرعر الأخ أبو فايز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو فايز كرما ممكن تسمعني من السماعة وتكسر على التلفزيون؟ أسمعكم بس والله أترجو. تفضل. الله يجزيك بركة. السلام عليك يا شيخ الإسلام. الله عليكم السلام ورحمة الله، وأنا من بشيخ الإسلام الله يسلمك. حياكم الله. الحسن معمري طلعت على التلفون، طول عمر عندي سؤالين. نعم. واحد، الأول أني أنا كنت نذر صابني مرض شوي خفيف، ونذرت أني ما تبوتني تكبير الأحرام والتكبير، وتساقل علي المرض هذا من الخوف ومن خوف ما خلاني يا فايز. ممكن دقيقة بس؟ الله عافيك، قصر على التلفزيون تماما حتى نسمع اتصالك. الله يعافيك. قصر على التلفزيون. الله يعافيك. طيب ابشر ما اسمع عاد انا مره الحين. تفضل تسمعنا من السماعه بارك الله فيك. ايه اقول هذا طال عمرك السؤال الاول هذا اللي قلت لك، قلت لي نذر اني انا كنت نوبات، يعني بعض الاوقات اللي كنت عسكري وبنوبه تفوتني تكبيره الاحرام، ونذرت انه ما تفوتني تكبيره الاحرام، وتفاجر علي المرضى صار من الخوف، كنت اخاف من المصلين واخاف من بعض الناس اللي بمصلين، وبعدين شاقر علي مره وبعدين قعدت ما اصلي وانا واقف، والحين ما اصلي بالمسجد، يعني اصلي بالبيت، ما ادري وش يجيني من صلاتي بالبيت. والنذر الاول هذا اللي انا قلت لك انه ما توتري صلاه الاحرام، لكن انا اروح بالسياره او وديني واحد. طيب. يا أخي النذر أنه ما تفوتك صلاة الإحرام هذا تشديد على نفسك، ما كان ينبغي لك هذا، ولكن احرص على أن تتقدم للصلاة وتحضر تكبيرة الإحرام، فإذا فاتتك تكبيرة الإحرام مع بذلك السبب فلا حرج عليك يا أخي، لا تشدد على نفسك في هذه المسألة. نعم. والمسألة الثانية، صلي يجيني خوف من حاجات ما بكلمك عنها بعد اتصال على التلفون من يعني ما اقدر اصلي بالمسجد، ما اقدر اصلي بالبيت، بس ما تطوفني لا تكبير احرام ولا تطوفني الصلاه بس بالبيت. الصلاه في البيت ما تجوز لمن يقدر على الصلاه مع الجماعه،
قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا قدرت على الصلاة في المسجد فلا تصلي في البيت، وإذا كان لك عذر في التخلف الصلاة في البيت من مرض أو عجز أو غير ذلك فلا بأس بذلك وأنت معذور والحمد لله. نعم. طيب شكرا يا أبا فايز. شيخنا هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للزوج أن يلزم زوجته بالأخذ من الشعور الزائدة كالعانة والإبط إذا تأذى من ذلك؟ بلا شك أنها يلزمها ذلك لو ما أمرها زوجها، وهذه من سنن الأنبياء أخذ نتف الإبط وأخذ العانة وقص الأظافر والختان، هذه كلها من سنن الأنبياء، الرجل والمرأة. نعم. أيضا أخونا أحد أئمة المساجد أرسل يقول: قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأفيدوني عن المشروع في قراءة صلاة الفجر بارك الله فيكم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في بعض الأحيان، ما هو دائم، بعض الأحيان. نعم. طيب، ويسأل أيضا عن حكم الدوائر الحكومية التي بجانبها مساجد ولكنهم يصلون في داخل الدائرة إذا كان هناك مصلى، أو يصلي كل دور أو دورين من هذه الدائرة في مكان ومصلى واحد مع أن المسجد بجانبهم. الأصل الذهاب إلى المسجد إلا إذا كان بقاؤهم وصلاتهم في الدائرة أضبط للعمل، لأنهم قد يتسللون وقد يتأخرون عن العمل، فإذا كان هذا يؤثر على العمل فإنهم يصلون في الدائرة، وأما إذا كان هذا لا يؤثر على العمل ولا يأخذ وقتا يضر بالعمل فإنهم يصلون في المسجد إذا سمعوا النداء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. معنا من حفر الباطن أبو محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالك يا أبا محمد. سؤالي اللي قلت لك، عندي فلوس عليهم زكاة، لأني أنا آخذ منهن وأكل وعيش أهلي وأشري حاجاتي منهن، وهذا سلامك والشيخ معي الحين. أي نعم، طال عمرك، معك الشيخ. الشيخ صالح الله يحفظك، السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ صالح الله يرضى عليك، عندي فلوس في البنك واخذ منهن واكل شهر شهرين، بعض المرات متواصله، وانفق على عيالي، هل عليهم زكاه ولا لا؟ يا اخي، اللي تنفق قبل تمام السنه على الفلوس ما في زكاه، اما ما تم عليه سنه فانك تزكيه. طيب. نعم. أيضا شيخنا الكريم، يعني من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، أحد الأخوة يسأل عن حكم الوتر وهل هو واجب، وماذا لو تركه الإنسان ومتى يصلي؟ الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، ووقته من صلاة العشاء مع راتبتها إلى طلوع الفجر، من كان يخشى أن لا يقوم آخر الليل إنه يوتر أول الليل، وإذا قام قدر أنه قام آخر الليل يصلي ما تيسر له، يكتفي بالوتر الأول ولا يكرر الوتر. وأما من يثق من قيامه في آخر الليل فالأفضل أن يؤجله إلى آخر الليل. نعم. وأيضا هذا سائل يقول: بمناسبة قرب موسم الحج، هناك بعض الأبناء يتبرع عن والده بحجة أو أضحية وما إلى ذلك بمبالغ كبيرة، يقول: ما الأولى في هذا؟ هل تصرف مثلا شيخنا في الصدقات الجارية وكفالة الأيتام وتعليم الفقراء وما إلى ذلك، أم أنهم يمضونها؟ هذا يختلف اختلاف الأحوال. إذا كان الوالد قد حج حجة الفريضة
أو حج عنه حجة الفريضة وكان هناك محتاجون، فإخراج الصدقة فيهم أفضل من نافلة الحج. أما إذا لم يكن هناك محتاجون فلا شك أن الحج فيه فضل عظيم. نعم. هذا يقول: شخص محتاج وأطلبه مبلغ من المال، هل يجوز إسقاط الدين عن هذا المدين بنية الزكاة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا، هذا ما يجزي عن الزكاة، ما يجزي عن الزكاة. إذا قبضت هذا المال تخرجه عنك زكاة عن مالك، أما مال إذا لم تقبضه فلا يجزي إسقاطه عن الزكاة. نعم. وهذا سائل يسأل عن حكم جمع العصر مع صلاة الجمعة بالنسبة للمسافرين. لا دليل على ذلك، ولم ينقل هذا عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة، لأن العصر ليس من جنس الجمعة. العصر تجمع مع الظهر، وأما مع الجمعة هي صلاة مستقلة لا تجمع معها العصر، ولم ينقل هذا عن السلف فيما ذكره أهل العلم. نعم. أيضا أحسن الله إليك، معنا اتصال الأخ أحمد من الباحة. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام. سؤالك بارك الله فيك. سؤالي: ما حكم تقبيل المصحف؟ جائز، تقبيل المصحف جائز لا بأس به. نعم. وما حكم قيام الليل مثل ما ركعات فرد بتسليمة واحدة وأصلي ركعة واحدة أخرى؟ يا أخي، صلاة الليل مثنى مثنى، تصلي ركعتين ركعتين وتختم بركعة واحدة تكون هي الوتر. نعم. شكرا يا أخ أحمد. شيخ صالح حفظكم الله، يعني توجيهكم للمصلين الذين يذهبون إلى المساجد برائحة الثوم والبصل، وأحيانا قد يتعدى هذا إلى رائحة الدخان والشيشة وما إلى ذلك، توجيهكم بارك الله فيكم. على المسلم أن يتهيأ إذا أراد أن يذهب إلى المسجد بالتنظف والتطيب وإزالة الروائح الكريهة، وإذا كان فيه روائح كريهة تؤثر على المصلين فإنه لا يذهب إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. نعم. وهذا يسأل أحسن الله إليكم عن العسل، يقول: أنا بائع للعسل، هل في العسل زكاة بارك الله فيكم؟ الذي يبيع في العسل هذا من عروض التجارة، يبيع ويشتري في العسل هذا من عروض التجارة، يزكي قيمة العسل إذا بلغت نصابا. نعم. وهذا يقول: أنا أقوم الليل ولله الحمد والمنة بعد رمضان، هل يشرع أن أصلي بزوجتي وبمن حضر من أهلي، وهل هذا الأمر مشروع؟ مداومة على هذا ما يجوز، هذا إلا في ما ورد أنه يصلى من النوافل أنه يصلى جماعة، لكن إذا فعله بعض الأحيان فلا بأس، وإلا فكل يصلي لنفسه منفردا. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحزيب القرآن، وما هي الفترة التي إذا قرأت فيها القرآن لا أعد هاجرا له؟ على الأقل تختم القرآن في كل شهر مرة، هذا على الأقل. ومن السلف من يختمه لكل عشر، يكون في الشهر ثلاث ختمات، ومنهم من يختمه كل سبع، ومنهم من يختمه كل ثلاث ليالي، فهم يختلفون في هذا حسب اجتهادهم وقوتهم. نعم. أيضا معنا أحسن الله إليك ونفع بعلمك اتصال من ينبع، أبو محمد. السلام عليكم. سؤالك يا أخي. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج شيخنا، يقول: هذا زوجتي يعني بعد النفاس استمر بها الدم، فما هو حكم هذا الدم الذي ينزل بعد الأربعين؟ أحسن الله إليكم. لا حكم له، تعتبره من النزيف، فتغتسل وتصوم وتصلي، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما. نعم.
وسؤاله الثاني يقول بعض النساء تستخدم اللولب وما إلى ذلك فتزيد مدة حيضتها ودورتها، فهل هذه الأيام الزائدة تعتبر حيضا؟ ما زاد عن 15 يوما فإنه يعتبر نزيفا، يعني أكثر مدة الحيض 15 يوما، غالبه 6 أيام أو 7 أيام. نعم. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، وأنا ممن يحب المتابعة بين العمرة، فما هي أقل فترة بين العمرتين نفع الله بكم الإسلام والمسلمين؟ لا حد لذلك، ولكن إذا ترك بين العمرتين فرصة يكون في الرأس شعر يحلقه أو يقصه هذا أفضل. نعم. أيضا يسأل عن مشروعية تكرار العمرة خاصة من يأتون من خارج البلاد، وكلما انتهى من عمرة ذهب وأتى بعمرة من الحل ونواها عن والدته وعن بعض أقاربه فتكثر هذه العمرات إلى عدد 10 أو أقل، توجيهكم بارك الله فيكم. هذا جائز، ولكن كونه يبقى في المسجد الحرام يصلي فيه ويعتكف فيه يبقى في المسجد الحرام هذا أفضل من تكرار العمرة. نعم. طيب. وهذا سائل يسأل يقول هل حافظ القرآن إذا نسي القرآن وانشغل عنه هل يأثم عند الله تبارك وتعالى؟ لا يأثم بذلك، لكن يكون قد زالت نعمة عظيمة منه، فيتعاهد القرآن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن، ولا يغفل عنه حتى يتفلت، إنه يتفلت كما تتفلت الإبل من عقولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيحافظ على ما يحفظ من القرآن ويكثر تلاوته، وله في ذلك الأجر العظيم من الله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نعم. طيب، وهذه سائلة تقول أخت لها تستخدم الأظافر الصناعية والرموش الصناعية وتركب الباروكة في بعض الأفراح والمناسبات، وإذا سئلت قالت إن زوجها راض وإنها سمعت في ذلك فتوى. لا يجوز هذا، هذا من الوصل المحرم، هذا من الوصل المحرم، ولو رضي زوجها ما تفعله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. طيب، وهذه امرأة تقول في رمضان شعرت ببعض الآلام في ولم أرى شيئا من الدم الذي ينزل على المرأة إلا بعد الغروب، وأظن أن هذا الدم قد نزل أثناء الغروب أو بعده، فماذا علي بارك الله فيكم؟ إذا كانت غربت الشمس ولم ينزل عليها دم فإن صومها صحيح، ولو حست بألمه ما دام لم ينزل ويخرج، العبرة بخروجه منها، إذا خرج فهي حائض، أما ما مجرد أن تجد آثارا أو آلاما وهو لم يخرج فهي لا تزال طاهرا وصومها صحيح. نعم. طيب، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. محمد من حائل شيخنا يسأل، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مسيكم بالخير أنتم والمستمعين. أنا طال عمرك سؤالي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتباعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله، مثلا اللي يصوم أقل من 6 مثلا 3 أيام كأنه ما صام مثلا 6 شهور، ولا ما في نص بل لا، لازم اللي يبي الأجر ويبي السنة يصوم 6 أيام ما يكتفي ببعضها. نعم. طيب، في سؤال آخر أخ محمد؟ لا طال عمرك، شكرا لك، بارك الله فيك. هذا شيخنا يسأل يقول كنت أتنقل بين بعض قرى الجنوب في الباحة، وكنت موقت الأذان على توقيت الرياض، فأذن قبل توقيت الباحة 5 دقائق، فهل أعيد صيام هذا اليوم؟ نعم. هذا يسأل الشيخ أنها وقت الساعة على توقيت الرياض وهو في الباحة، فأذن في رمضان قبل المغرب 5 دقائق أو شيئا من هذا، فيسأل عن حكم صيامه لهذا اليوم. إذا كان أفطر قبل توقيت الباحة فإنه ما أتم الصيام، ما أتم صيام اليوم، عليه أن يقضيه. نعم. طيب، وهذا يسأل أحسن الله إليكم يقول إن الله لا يستحي من الحق
بالنسبة للمذي الذي يأتي للإنسان، هل هذا يؤثر على صيامه؟ لا يؤثر على صيامه، لكن يتجنب الأشياء المثيرة لخروج المذي، يتجنبها، يغض بصره، يتجنب يعني مباشرة زوجته إذا كان سيخرج منه شيئا، يتجنب هذه الأسباب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. معنا أبو محمد من ينبع. ألو، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي. يا شيخ بارك الله فيك، كنا نصلي العشاء في مسجد، وعندما قمنا بالركعة الأولى صلينا الركعة الأولى وقمنا بالركعة الثانية طلعت علينا عقرب وقطعت الصلاة وكتلتها، وثم رجعت وكملت مع الإمام وسلمت، هل صلاتي صحيحة ولا لا؟ أنت نويت قطع الصلاة ولا ما نويت، ولا قتلتها وأنت في الصلاة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة إذا كنت ما قطعت النية، إذا كنت ما قطعت النية في الصلاة فصلاتك صحيحة. أنا قطعت طال عمرك، طلعت من الصف وقتلت العقرب وثم رجعت للصف. أنت قطعت النية ولا ما قطعتها؟ نعم، النية يا أبو محمد. نية الصلاة هي حنا بالصلاة بالركعة الثانية وطلعت العقرب وخفت أنها تلدغ أحد من الصف وقتلتها ورجعت محلي بالصف وسلمت معهم. لا بأس بذلك، لكن هل أنت باق على النية ولا قطعتها؟ والله أنا على نية الصلاة، ما قطعت الصلاة، لا تكلمت ولا شيء. خلاص ماجور إن شاء الله، هذا هو السنة، أنك تقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. نعم، شكرا يا أبو محمد. شيخنا حفظكم الله ورعاكم، هذا يعني يسأل عن توجيهكم لكثرة الحركة في الصلاة، تعديل الثياب والشماغ وأيضا النظر في الساعة وأيضا الجوالات ونحوها، توجيهكم بارك الله فيكم. كل هذا يكره في الصلاة لأنه يشغل عن الصلاة، فيتفرغ للصلاة، فرغ ذهنه للصلاة التي هو فيها، وهذه الأشياء لها وقت آخر. نعم، شيخنا نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، هذا يسأل عن حكم قراءة الإمام من المصحف في صلاة الفرض في صلاة الفجر، ولما سئل قال أريد أن أقرأ كثيرا ويعني أتبع السنة في القراءة في صلاة الفجر. ما عدا هذه هي السنة، السنة يرخص في القراءة من المصحف في النافلة صلاة التراويح والتهجد، وأما الفريضة فيقرأ ما تيسر من القرآن ولا يحتاج إلى أخذ المصحف، يقرأ ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، هذا السائل بارك الله فيكم يقول أنام وأتكاسل عن الصلاة كثيرا ويغلبني الشيطان ولكنني أجاهد نفسي، وسؤالي الآن هل أقضي هذه الصلوات مرتبة أم أقضيها مع الصلوات القادمة، المغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر؟ لا، يجب عليك قضاؤها فورا وترتبها، اليوم الأول ترتيب صلواته على الترتيب الشرعي، ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث، إلى أن تخلص منها، ولا تؤجلها وتقول كل صلاة أصليها مع نظيرتها، هذا من كلام العوام ولا أصل له من الدين والشرع. نعم، شكر الله لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على تفضله بإجابة المشاهدين والمشاهدات، وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.